لما بشوف البنات سوريا وبنات اللاجئات مخيم الزعتري عم بتزوجوا وهم أصلاً تحت السن المناسب، فيعني عم بيخليني إني أحس بالرعب وما أحسش بالأمان، إنه حتى بنات بلدي ممكن إنهم يروح مستقبلهم أو يتدمر. هذا الشيء طبعاً مش هأقبل فيه. في بنات مقتنعات انه الزواج المبكر هو اشي رائع، انه والله تلبس بدلة العرس وتحط مكياج وهاي اول ليلة راح تفرح والثانية راح تفرح والثالثة والعشرة كمان، بس بعدين شو مصيرها راح يصير فيها وشو راح يصير بمسؤولياتها؟ هاي الاشياء النشاطات اللي انا بعملها للبنات للاهل وللبنات حتى اني اساعدهم انهم يبنوا مستقبلهم. مرام معلش شحن صورتك. انا بحس بابا انه كثير فخور فيني صراحة، هو اللي بيعطيني الشجاعة اني احكي واتكلم واكون متكلمة، يعني لما بحس في تشجيع منه ومن ماما بحس بالقوة وإني لازم أحكي ولازم أدافع عن حقوق البنات.